بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك وآلك يا رسول الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله متصل ما اتصل الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي وعلى أولاد وعلى أصحاب حسين حسين حسين. الله، أي دم في كربلا سفك، لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك، وأي خيل ضلال بالطفوف عدات على حريم رسول الله، فانتهكا لم أدر أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد بينهم ملكا. لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى التوحيد ما فتكا، فسيفه بسوى التوحيد ما فتكا، قد أصبح الدين قد أصبح الدين منه يشتكي سقما. وما لأحد غير الحسين شكا، فلم ير الصبط فلم ير الصبط للدين الحنيف شفا، إلا إذا دمه في كربلا سفكا. يا حسين يا حسين يا ضنوة علي الروح الزكية، جيت تشتكي حالي لسان حال الإسلام، لسان حال الدين بعد أن جلس على منبر رسول الله يزيد. يا حسين يا ضنوة علي وروح الزكية، جيت اشتكي حالي والذي جاري علي، جدك يا ابو السجاد بالدعوة بناني، وابوك شياد وابوك حيدر شيد بسيفه اركاني،
والحسن ما قصر بذل جهده وحماني واليوم أنا جيتك يا باقي البقية. ماذا أجابه الحسين عليه السلام بلسان حاله؟ قال لا يا دين المصطفى هيا جيت لا أحزان. لأجلك لأجلك أغادر جدي وطيب الأوطان وابذل النصرتك وابذل أبطال نصرتك يا خير الأديان. وتمشي حرايرنا عقب عيني سبية. لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موضوع كلامنا هذه الليلة هو الإنسان بين الهدف والعبثية، وهذا الموضوع نحتاج لبيانه أن نعرض إلى مقدمة في نقطتين ثم نتحدث في أصل البحث. أما المقدمة ففي النقطة الأولى نتعرض فيها إلى أن الإنسان طاقات عالية، هذه الطاقات العالية للإنسان تحتاج إلى برنامج، وهذا البرنامج لابد أنه يحتاج إلى هدف، وإلا فالعبثية والعشوائية لا تولد إلا عبثية وعشوائية. لا يمكن أن يولد النظام من العبثية والعشوائية. وفي النقطة الثانية نتحدث عن مساحة الأرض التي يستوعبها هذا الهدف. أنت إذا تريد تحط هدف لابد تكون عندك رؤية، عندك فيجن إلى هذه الأرض، إلى هذه المساحة التي تريد أن تغطي فيها هذا الهدف. وبعد بيان هاتين النقطتين نتعرض إلى أصل البحث، وأصل البحث في خمس نقاط. هذه النقاط الخمس هي عبارة عن تشيك ليست، قائمة. هذه القائمة من خلالها نستطيع أن نصل إلى هدف وإلى برنامج، يكون هذا الهدف والبرنامج مفعلاً لحياة الإنسان حتى تختتم هذه الحياة بالنجاح وبالصلاح. وقبل التعرض لهذا البحث لا بأس تسلية لقلب صاحب الزمان ولقضاء الحوائج، الصلاة على محمد وآله ثلاثاً. النقطة الأولى من المقدمة، الإنسان الذي تحدثنا عنه في ليلة البارحة أنه يحتاج إلى انتماء، وأن الانتماء يعزز بنقاط أربع. ونحن حيث ندعو المسلم للتمسك بالإسلام نقول له لا بد أن تعزز انتماءك للإسلام من خلال هذه النقاط الأربع، وكان من النقاط الأربع التي ذكرناها البارحة العمل. خب أنت عندك طاقات وعندك جهود وتريد تعمل، العمل يحتاج إلى برنامج. إذا ماكو برنامج يكون العمل مبعثرا، ما استفدنا شيء من محاضرات الأمس. فإذا نحتاج إلى بيان هذا البرنامج، والبرنامج يحتاج إلى هدف.
أحتاج إلى تأصيل هذا المطلب، فأقول الإنسان هذا الكائن الذي تحدثنا عنه بالأمس طاقة عالية جدا، حيث أن هذا الإنسان في الحقيقة نسخة مختصرة من عالم التكوين بأكمله. الإنسان هو عبارة عن مجموع هذا الكون بمادته وتجريده، كل ما في هذا الكون من مادة، كل ما في هذا الكون من مجرد تشوفه في الإنسان. الإنسان له جنبتان رئيسيتان، جنبة البدن، جنبة الروح. جنبة البدن تمثل المادة، جنبة الروح تمثل العالم المجرد المتصل بالله عز وجل. قل الروح من أمري ربي. فالإنسان نسخة مصغرة من هذا الكون. أما طرق سمعك قول أمير المؤمنين عليه السلام وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. العالم الكبير، لا، العالم الأكبر. العالم الكبير يروح بالك إلى عالم المادة، عالم الكون اللي موجود، كواكب، الأرض، النجوم، الشمس، أعظم من هذا الإنسان، عالم أكبر، عالم المادة وعالم ما فوق المادة المتصل بالله عز وجل. فإذن الإنسان نسخة مصغرة من الكون. الإنسان طاقة عالية فيه ما في مادة الكون وفيه ما هو أعلى من ذلك. سموه كائن بسيط. لذلك تشوف القرآن الكريم ينطق بتكريم بني آدم. ولذلك روي عن الصادق عليه السلام أنه قال إن صورة الإنسان أكبر حجج الله على خلقه، أعظم من التفكر في المخلوقات الأخرى ومن الآفاق ومن الكون. صورة الإنسان أعظم لأن فيها ما في الكون وزيادة. لذلك الآية الشريفة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يقولوا عنا العلماء هذا من باب عطف الخاص على العام، ما عندي وقت أشرحها. الخاص فيه ما في العام وزيادة. طيب، الله عز وجل أيضا أردف الإنسان بأربع خصائص رئيسية أهلته إلى أن يقود الأرض التي هو عليها، بل يقود العالم. الخاصية الأولى في الإنسان، في غريزة الإنسان، الله عز وجل غرس في الإنسان العقل. شوف العقل، إن شاء الله في الليالي القادمة إحدى الليالي بتكلم عنه. العقل الآن العلماء يقولوا حده استثمر بمقدار 10%، مو أزيد، أقل من 10%. 10% وإنت تشوف الفتوحات العلمية، 10%. هذا العقل عند الإنسان ما هو موجود في مخلوق آخر، ميزة خاصة للإنسان، مخلوق آخر ما فيه. شوف الملائكة من أشرف مخلوقات الله عز وجل ما عندهم هذا العقل اللي عند الإنسان، وهذه القدرة في التفكير والانتقال من المقدمات إلى النتائج ما عندهم. تجيهم الانفورميشن النولج واضحة، مو أنه عنده مقدمات ينتقل إلى نتائج، ما عنده هذا، هذا عند الإنسان وتتكامل بشكلها الكامل في الإنسان. زين، خاصية. خاصية ثانية الله عز وجل أودع في الإنسان البيان، عنده قدرة على البيان. شلون عنده قدرة على البيان؟ شوف تلاحظ الإنسان عنده قدرة على بيان مشاعره، عنده قدرة على بيان فكره، فتتواصل
وتتكامل العلوم. شوف هذا عالم الآن عنده شيء يكتبه في كتاب يبين العالم آخر في المستقبل، العالم الآخر يجيبني عليه، تتطور العلوم. هذا الحكي ما موجود في كائن آخر. عندك قدرة أيها الإنسان في بيان ما تفكر فيه، وبالتالي يجيك العالم اللي بعدك ينتقل مما انتهيت إليه ويقوم بطفرة علمية أخرى، اللي بعده يقوم بطفرة علمية أخرى. هذا الحكي مو موجود في بقية المخلوقات. بيان. الخاصية الثالثة عند الإنسان وإن كانت موجودة عند بعض الكائنات بأشكال مختلفة، الخاصية الاجتماعية. الإنسان اجتماعي في طبعه، اجتماعي، هذا اللي يربط البحث مع الأمس، وبالتالي يحتاج إلى انتماء، دائما يحتاج إلى انتماء. هذه الخاصية الاجتماعية عنده والانتماء الذي يتولد منها كما قلنا بالأمس تدفعه إلى التماسك، تدفعه إلى القوة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وين الجن؟ وش سوى الإنسان؟ أعطى للجن مجال على الأرض؟ قوي الإنسان. زين، هذه الخاصية الثالثة صحيح؟ لو الرابعة قلنا حين أربع خصائص. العاقل واحد، البيان اثنين، ثالث الاجتماعي، الرابع القدرة على التنبؤ. كيف يعني؟ يعني الإنسان يعيش حاضرة، يدرس حاضرة، يحلله، يعرف المستقبل وش بصير، وبالتالي يخطط حياته. يعني عنده قدرة على أنه يوضع لحياته برنامج تخطيط من خلال تحليل ما هو فيه الآن، من خلال تحليل ما هو عنده من قدرات. ماكو أحد عنده الطاقة دي والقدرة من المخلوقات. القدرة على التنبؤ، ماكو أحد. قدرة على التنبؤ شو تسوي؟ قدرة على التنبؤ تدفع الإنسان في وضع برنامج له. هذه أربع خصائص في الإنسان موجودة، هذه الخصائص الأربع في الإنسان تدفع الإنسان إلى أن يكون صاحب طاقة عالية جدا تحتاج إلى برنامج، تدفع العقل إلى أن يفكر ويتأمل ويقف ويعلم من غير الحاجة إلى دين، على أن هذا الإنسان من البعيد جدا أن يكون قد وجد في هذه الدنيا عشان يقضي 60 سنة وسبعين سنة ويمشي وفي أمان الله وانتهى وفناء كامل. هالطاقة العالية علشان 60 سنة وسبعين سنة وانتهت القضية. هالقدرات العالية تستوعبها 60 سنة وسبعين سنة، 80 سنة ومئة سنة ومئتين سنة وألف سنة؟ أبدا ما تستوعبها. زين، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذن من خلال الخصائص الأربع وخصوص أنه قادر على التنبؤ لمستقبله، يعني يحتاج أنه يبين برنامج إليه، حط له خطة، حط له هدف. هذا الإنسان اللي ما عنده خطة ولا عنده هدف منسلخ من إنسانيته، منسلخ من إنسانيته، لأن هذه الخصائص خصائص الإنسان. إذا واحد ما عنده الخصائص شي يصير؟ ما يصير إنسان بالفعل. ذاك البعيد ذاك البعيد ذاك البعيد يرجع وراء، إذا رجع وراء هو أشبه بالحيوان. زين، أنا ظاهر أسمع أصوات واجد، ما أدري أكمل لو الإخوة بيواصلوا أصوات، ماذا من قسم النساء ومن قسم الرجال؟ النقطة الثانية في المقدمة، خب هذا الهدف الذي يحتاجه البرنامج، هذا الهدف الذي يحتاجه البرنامج، غير يصير عنده فيجن، يصير عنده رؤية. الإنسان أنا أحط الهدف إلى وين؟
أنا بقعد طول حياتي قاعد في هالبلد الفلانية ما بطلع منها، وبالتالي بصير خطتي على حسب ظروف هذه البلد. لو أنا لا شلون أقعد في هذا البلد، هذه البلد ما فيها المؤهلات اللي تستوعبني، أنا رجال أبغى أكمل بكالوريوس وماستر ودكتوراه، وهذه بلدي بلد مزارع وفلاحة، وبالتالي أحتاج أن أنا أكمل، إذا يكون عندي فيجن أكثر أطالع وين أروح وين باجي. فهذه مساحة الهدف يجب أن تكون بمرأة ومسمع من الإنسان اللي يبغى يحط برنامج، لازم يشوف مساحة الهدف، أرضية الهدف إلى وين رايحة. كذلك يشوف أرضية الهدف، هذه بس الدنيا هو عايشة، لو في عالم آخر يعيشه. إحنا إذا واحد سوى له خطة جيدة، طلع من الثانوية سوى له خطة جيدة بحيث أنه يكمل البكالوريوس، حاط في باله أنه يجيب علامات جيدة، يكمل ماستر، يكمل دكتوراه، مرتب أموره، شايف وإيش تحتاج أرامكو من الريكوايرمنت وجايب وينفذها من الحين، زين نقول هذا والله خوش ولد، خوش يخطط هذا، ما نقول بعد التوفيق بيد الله، لكن هو يسوي لما يسوي، خوش ولد يخطط هذا. إذا واحد لا معرفة إيش السالفة ونايم في العسل، بين قوسين في العسل وفي المعسل، نايم في العسل والمعسل، زين هذا شلون ده؟ هذا خوش آدمي بعد تقول عنه؟ هذا عنده خطة وعنده برنامج؟ لا تقول نايم في العسل والله يعينه على اللي يقابله قدام بعدين، مو العمر يمضي له، مضى العمر الآن شاف روحه مفلس ما عنده شيء، وبعدين النتيجة ماكو شيء، ماكو برنامج له. زين، فإذن الإسلام يقول للمسلم أولا وللإنسان ثانيا، هذا الهدف اللي لك طالع الفيجن، زين شوف مساحة الأرض وين. أنت ما بتعيش في هالدنيا فقط، أنت تعيش دنيا وتعيش أخرى، لم تخلق بطاقاتك العالية حتى تعيش 70 سنة وتنفني وتفنى وانتهى الموضوع، لا أبدا أبدا أبدا. عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال كما تنطق بذلك الآيات، لم تخلقوا للفناء، جئتم مخلوقين عشان تموتوا، تتنتقل من عالم إلى عالم آخر، لم تخلقوا للفناء وإنما خلقتم للبقاء. هذا الموت اللي تشوفه، هذا الجسد يفنى، روح باقية، الإنسان بروحه باقي، يتلبس في جسد آخر، هذا جسدك الحين طبيا، هذا جسدك اللي أنت تعيش في هذه الحياة الدنيا، كم مرة يتغير، كم من الخلايا تموت وتتجدد خلايا أخرى، مو هالشكل، لا شكل، مو هالشكل، هالشكل. فاختلاف البدن من بدن إلى بدن آخر لا يعني الفناء لك أيها الإنسان. لم تخلقوا للفناء وإنما خلقتم للبقاء. ولكن التفت التفت، هذا مو دكتور فلان وبروفيسور فلان اللي يحكي، هذا محمد بن عبد الله. مو ثيوري ونظرية اليوم وقت تتغير، هذا يتكلم حقائق على مدى التاريخ، حقائق لا تبدل، ما هي ثيوري دي ولا هي نظرية. ولكنكم من دار إلى دار تنتقلون، انتقال بس، فقط انتقال من دار إلى دار أخرى. الانتقال من دار إلى دار الأخرى يعني أنك أنت ما تحط في بالك الدار الأخرى في الهدف الذي تسعى إليه في تكوين برنامجك. عجيب غريب هذا الحكي هذا. زين، إذن لابد من معرفة مساحة الأرض اللي ينطبق عليها الهدف،
مساحة الأرض اللي ينطبق عليها الهدف في ذوق النبي، في ذوق الدين، في ذوق أهل البيت، يجب أن تشمل عالم الدنيا وعالم الآخر، وإلا خطتك مي ناجحة، برنامجك مو صحيح. تينا من مقدمة الكلام في أصل البحث. زين، عرفنا الحين إحنا عرفنا أنه هذا الهدف قبل الدخول في أصل البحث. ملخص المسألة، ملخص المسألة، خلني أعيد مع أن البعض يتضايق لكن بعيد. ملخص المسألة: الإنسان طاقات فاعلة قوية، هذه الطاقات يجوز، هذه الطاقات أي مذهب يجوز لك هذه الطاقات، لا مذهب ديني ولا مذهب غير ديني. من هو اللي يقبل بهذه الطاقات؟ لك قطرة الماء، قطرة الماء يحاسبوك عليها العقلاء إذا تصرف في غير محلها، فما بالك واحد بيصرف طاقة فرد إنساني الله عز وجل كرمه، سخر له السماوات والأرض. هذا وش هذا؟ زين، طاقات عالية للإنسان، هذه الطاقات العالية للإنسان تستلزم وضع برنامج، إذا ما في برنامج ماكو فايدة. زين، هذا البرنامج يستدعي هدف. شلون أنا أحط برنامج ما عندي هدف؟ زين، هذا الهدف يستدعي معرفة مساحة أرضية هذا الهدف. تكلمنا في المقدمة عن مساحة أرضية هذا الهدف من وجهة نظر الدين، بل من وجهة نظر العقلاء. ما عندي وقت، وإلا ذكرت لكم الآن حتى العلم، حتى العلم بغض النظر عن الأديان، حتى العلم بدأ يخط خطاه الأولى في أن هناك حياة أخرى، بدأ يخط هذا الخط، مع أنه الحياة الأخرى حياة بعيدة جدا عن مقاييس التجريبيات والماديات، يعني الأدوات اللي عنده الآن العلم ما عنده قدرة للدخول في ذلك العالم، لأن ذاك العالم سنخيته تختلف عن هذا العالم، لكن آثار ذلك العالم بدأ العلم الآن يخط خطاه الأولى. زين، عرفنا هذا، نجي إلى أصل البحث. أصل البحث نريد نحدد هدف ثم برنامج على وفق هذا الهدف. شو نسوي؟ هذه التشيك ليست اللي تكلمنا عنها، القائمة، كيف نبدأ؟ نسأل إحنا: يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، شو نسوي؟ قال: خمس نقاط. أنا أقول يعني من تراث أهل البيت خمس نقاط. النقطة الأولى: اعتماد مساحة الهدف، اعتماد الرؤية في مساحة الهدف. أنا أعلم أن هناك آخرة، لكن أصلاً ما أنا معتمدنها، أصلاً مو على بالي، أعلم غيره، أعلم لكن أصلاً مو على بالي في شيء، ولا أنا حاط لها خاطر، ولا أنا حاط لها توجه. ما عندنا إحنا هالشكل ناس، لا، ما بقول كثرة الكثير هالشكل، استغفر الله، لكن ما عدنا احنا هالشكل، كما يدري ان في اخره، ما يدري ان في هناك حساب، ما يدري انه اذا ظلم احد هنا في الدنيا هناك ياخذوه، اذا ما صار الحساب في الدنيا صار الحساب في الاخره، ما يدري، لا يدري، لكن مع ذلك ينتهي عن الظلمه. هذا ليش ما ينتهي عن الظلم؟ لان الغير عنده معلومه بالاخره، عنده معلومة كما ذكرنا بالأمس، ما عنده إيمان. information، حالة حال الغير، سامع مثل ما سامع غيره، عنده إيمان؟ ما عنده إيمان. إذن لابد من اعتماد الرؤية، اعتماد الرؤية بمعنى الإيمان بها، إيمان أن هناك عالم دنيا وعالم آخرة.
الإنسان يعيش هالعمر ده 60-70 سنة يفد على رب كريم إن شاء الله. تبغى تحط لك هدف في حياتك، لابد من اعتماد هذه الرؤية، اعتماد مساحة هدف الأرض، أرضية الهدف، استغفر الله، لابد من اعتماد مساحة أرضية الهدف. لازم تعتمدها، اعتمدها إيمان بها، خلها حاضرة في حياتك. لذلك عندنا في تراث أهل البيت: جالسوا من مجالستهم تذكركم الآخرة. قعدوا يا ناس، إذا قعدتوا ياهم تتذكروا على أن ترى أنت مو بس يعني مو بس في هالدنيا عايش، أنت عايش في دنيا وعايش في طرف آخر. وش حجم الدنيا عاد في قبال حجم الآخرة؟ وش هو يعني؟ أما سمعت رسالة الإمام الكاظم لهارون عندما قال له هارون: يا كاظم لم أرى أزهد منك؟ شنو جواب الإمام سلام الله عليه؟ قال لي: أنت أزهد مني. عجيب، شلون؟ قال: لأن أنا زهدت في دنيا مالت 70 سنة 80 سنة، أما أنت فزهدت في عالم لا نهاية له ولا أبد. أنت أزهد مني صرت؟ أنا عايف دنيا مالت 70 سنة، لكن أنت عايف عالم لا نهاية له. ده كل نبي يقول له: إنما خلقتم للبقاء، تبقوا انتهى، من يولد بقى خلاص، باقي، هو باقي في الدنيا، باقي في عالم البرزخ، باقي في عالم الآخرة، باقي موجود. أنت إلى الآن إلى بكرة ما تقف في قبور المسلمين: السلام على أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله، ما تسلم عليهم. شوف الفائدة تسلم عليهم إذا ماكو أحد يستجيب ويرد عليك السلام؟ زين، فإذا النقطة الأولى لابد من اعتماد مساحة الهدف، أرضية الهدف، يعني لابد من الإيمان بها، مو تأخذها بس انفورميشن وتمشي عنها، ما في فائدة. النقطة الثانية في قائمة الوصول إلى الهدف والبرنامج: انتخاب الهدف. لازم يكون عندك انتخاب جيد. الآن بعد ما عرفت أن مساحة حياتك ليست مقصورة بال60 سنة وال70 سنة وال100 سنة أطال الله في أعماركم جميعا، وإنما هي مفتوحة open، بس انتقال من دار إلى دار أخرى، بس والله هي مفتوحة. لازم يكون عندك هدف يتناسب مع هذه الحياة الأبدية، وإلا برنامجك باطل عاطل من البداية، ما في فائدة برنامجك. زين، أنت تعيش في عالمين مختلفين، عالم الدنيا وعالم الآخرة، إذن في انتخاب الهدف تحتاج إلى وضع هدف يتناسب مع حياتك في الدنيا، وضع هدف آخر يتأقلم مع الهدف الأول يتناسب مع حياتك في الآخرة. عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، اعمل، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. بس بين قوسين وارجع للبحث، أنا متتبع يعني بمقدار إلى كتاب في الفلسفة الغربية وأهل السلوك والاجتماع، حقائق موجودة على حسب فهمنا احنا، يعني بعد هي أبعد من هالشكل، على حسب فهمنا في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام عند متخصصين في الغرب ما وصلوا إليها، أنا ما شفتها موجودة. هذه الآن
اعمل لدنياك كأنك تعيش. أتكلم عن مثلا الآن عندك علماء مثلا من ديانات أخرى سماوية موجودين ما وصلوا إلى هالنقطة دي. هل ده اعمل يعني هل هالنوع من البيان؟ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. عجيب، يعني حث على العمل في الجهتين بتعبير جميل جدا. زين، حدد لك خطة له في حياتك له الآن، استغفر الله، خلنا في الهدف الحين له. حدد لك هدف في حياتك له. بابا أنت تدرس ابتدائي متوسط ثانوي وبعدين، غير الآباء هم يشاركوا أبنائهم في هالموضوع، وبعدين هذا الولد شنو توجهاته، شنو قدراته، شنو طاقاته، وين رايد يروح، وين رايد يجي، غير أساعده أنا كأب. خلي الولد نفسه يأخذ قرار، لكن أنت ادعمه بالمعلومات، خلي يحدد أهداف استراتيجية إليه وأهداف تكتيكية إليه من الآن عشان نقدر نسوي له برنامج. ليه؟ ما عنده ذا كيف يسوي له برنامج ذا؟ تشوف عنده ميول للطب، وجهه إلى الطب، خلي يستثمر حياته في الطب بشكل جيد، يطلع طبيب ممتاز ينفع نفسه، ينفع مجتمعه، ينفع وطنه، ينفع دينه. مهندس خليه يروح مهندس، تاجر خليه يروح تاجر، لكن ما عنده رغبة في الدراسة لكنه صاحب عقلية تجارية ممتازة، خليه يروح يصير تاجر. لابد من تحديد الهدف اللي يضمن لك حياة هادئة، مو بعدين تلطم على الراس ذاك البعيد، يعني مو بعدين نلطم على الراس. أنا لازم من بدايات حياة الإنسان يربع على أنه يكون عنده هدف في حياته. هذا ذوق أهل البيت هالشكل، غير إحنا اتهمنا. قال ويش؟ قال يلا توكل على الله. إيه توكل على الله بعد ويش تتوكل على الله؟ غير أول تعمل بالأسباب ثم تتوكل على الله. الأسباب من رأس الأسباب، شو تسوي؟ هدف له، صار عندك هدف له في حياتك له عشان تقدر تسوي لك برنامج. يا ولدي أقول لك يا ولدي، أنا عمري الحين 48 سنة، بعض الإخوة موجودين سامحوني أتكلم من الشباب. زين، فإذن لازم يصير هدف يتناسب مع القسم الأول من الأرضية، هدف آخر يتأقلم معاه يتناسب مع القسم الآخر من الأرضية. مو حياتك كلها يومك كله 24 ساعة ما له نصيب من ادخارك إلى الآخرة فيه شيء أصلاً. وقت صلاة باصلي واجب، باصلي وياها نافلة، له شوين باطير أنا؟ ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون عينه التي يرى بها ويده التي يبطش بها. ما ألحق أقول الله أكبر، أبغى أقوم ألحق على العمل، ما يخالف العمل زين وممتاز، خلي شوية لحياتك نصيب للدين. ولابد من تناسق بين هدف القسم الأول من الحياة والهدف الثاني قسم الحياة. هم بعد ممتاز جدا هذا اللي يبغى يصير طبيب، وهو رايح يصير طبيب، رايح يدرس قربة إلى الله تعالى. به به على قوة الإيرانيين، الله أكبر، حاط في باله كل شيء إلى الله. إيه؟ يبغى يلتحق بعلي بن أبي طالب. هذا ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله،
قبله وبعده وفيه. إذن لابد من انتخاب الهدف. اتخاب الهدف على مستوى الدنيا، انت بالضبط وش تبغى تصير؟ من الحين اشتغل عليه، لا تفوتك ترى الايام تمشي. الاخره لابد تحط لك هدف انك تكون انسان مستقيم في الدين، لان المساله وراها حساب كما ذكرنا. سوي لك الذخار في الاخره، لا سوي لك الذخار. انت هنا تريد تكون يكون عندك افضل بيت، ويكون عندك افضل سياره، ويكون عندك ويكون عندك، هناك في الاخره اصلا ما عندك باله. فمن زحزح عن النار دخيل الله، بس زحزح بس، يعني ما عندنا هدف. ان الانسان يصير عنده بعد هم قصور في الجنه كما عنده في الدنيا، يصير عنده خدمة في آي بي في الجنة بعد. انت هنا تعيش، لو يودوك في لو يودوك في السياحية في الطيران قلبت الدنيا فوق تحت، اللي أبغى درجة أولى. هناك في الآخرة حياة أبدية ما هي في بالك أصلا، حتى السياحية مو في بالك. سياحية نبغاك بس، مو في بالك السياحية، ذاك البعيد ذاك البعيد، حاشاكم إن شاء الله. خلينا نلتفت، لابد من انتخاب الهدف. انتخاب الهدف، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مثل ما تتنافس في الطب، تتنافس في الهندسة، ودك دائما تكون الرانكينج حقك يكون وين؟ قدام. هم تفخر بنفسك، أهلك يفخروا بك. هذا اللوجيك، هذا المفهوم طبقه في الآخرة. أنت إذا عقل الطبقه في الآخرة، انت 70 سنة تبصير من الاوائل، في الاخره ما تبصير حتى من الاواخر. زين، انتخاب الهدف. والله عندي حكي واجد بس ما عندي وقت. الثالث، قبل الثالث عندي ملاحظه ثلاث، يسامحني رادودنا العزيز ابو علي، عندي ملاحظه ثلاث بسرعه اقولها واصد الباقي بسرعه. الملاحظه الاولى، التفت من الحين، سوي لك هدف، لا تجيك الغفلة. إن جتك الغفلة ستمضي عليك الأيام والليالي تباعا سراعا، وبعدين أصدق شيء يقال لذلك مثل ما عدنا احنا في الجماعة يعرفوا في مجتمعنا، يصير جوع وضرب جموع. هم احنا ما استفدنا شيء، اخذنا نصيبنا لان احنا من شيعة علي بن ابي طالب، طرب جموع وهم جوع، ما عندنا شيء بعد، افلسنا في الدنيا وفي الاخره. غفله لا تصيدوك. ثانيا، ملاحظه ثانيه، في الروايه عن النبي صلى الله عليه واله، انما يحشر الناس يوم القيامه بنياتهم، بنياتهم يحشر يوم القيامه. اريد ابشرك، وش البشارة؟ أنت إذا انتخبت هدف الحين، وهذا الهدف يغطي مساحة الدنيا ومساحة الآخرة، أطال الله أعماركم جميعا في خير وعافية وسلامة. ذاك البعيد ذاك البعيد لا قدر الله يعرض طارئ يمنع من إتمام الهدف، ترى أنت تحشر يوم القيامة على ذا الهدف، على ذا النية اللي أنت ناوي تسويها. الله عز وجل يعطيك ما أردت أن تعمله في الدنيا. هذا اللي بغيت تسويه، هدفك الناجح، هدفك الجيد اللي كان يغطي مساحة الدنيا ومساحة الآخرة، تحشر عليه يوم القيامة. انت دخلت الطب، ذاك البعيد ذاك البعيد ما وفق، ذاك البعيد صار حادث راح، لكن انت داخل الطب يبغى يبني نفسه، يبغى يبني مجتمعه، يبغى يبني جماعته ودينه، هذا يحشر يوم القيامة طبيب ومن أفضل الأطباء ويؤتى أجره. هي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ جل العلم بس في قضية الدين. طبيب عالم، المهندس عالم، ما يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ما كنت أساوي
كل شيء في الدنيا إلى نتيجة في الآخرة. تفت للرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: يحشر الناس يوم القيامة على نياتهم. وش كان ناوي يسوي حتى لو ما وصل إلى هدفه؟ هو ما دام ملتفت متباعد عن الغفلة يوم القيامة يجي على هذه النتيجة للهدف الذي أراده. ملاحظ النقطة الثالثة؟ التفت إلى العواقب. العواقب، العواقب تضيع الوقت والطاقة وإهدار الجهود عاقبته وخيمة على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. جاء في الرواية عن المعصوم عليه السلام: أعقل الناس أعرفهم بالعواقب. حط في بالك زين في انتخاب الهدف هذه العواقب. زين، انتهينا من الثاني في القائمة، انتخاب الهدف بشكل جيد بما يتناسب مع الدنيا ويتناسب مع الآخرة. لا تخلي بس في الدنيا. احنا للأسف الشديد أكثرنا، لا ما أقول أكثرنا، بعضنا أصلا ما عنده هدف، لا دنيا ولا أخرى، مو ملتفت أصلا، رايح جاي على الله. كلمة: ها بابا شو تسوي؟ شو ناوي يصير؟ خير يصير خير؟ لا هذا شر، ما هو خير ده. بابا شو تسوي؟ وراك شغل، وراك كذا، وراك حياة، وراك أخرى. يصير خير إن شاء الله. أنام الليلة تنام، شو من المعلوم أنك تقعد بكرة إذا نمت الليلة؟ حط هدف، خليك جاد في الهدف على أساس يجيك كلام رسول الله صلى الله عليه وآله: تحشر على نيتك يوم القيامة. زين، انتهينا من الثاني انتخاب الهدف. الثالث تعلق الخاطر. صير عندك هدف، خل خاطرك يتعلق به، قلبك متوجه إليه. حاب تدخل طب أو حطيت الهدف الطب، إذا قلبك مو متوجه للطب لن تبدع فيه. حط لك هدف يتعلق به خاطرك، يتعلق به قلبك، حتى تبدع فيه، حتى تنجح فيه. الأمور المتعلقة بالآخرة، بالعبادات، بغير العبادات، الاستقامة. شو يبغى منك الدين؟ الدين يبغاك تصير خوش آدمي بس. الدين ما يبغى من عندك أزنك تصير خوش آدمي، لكن هذه المقاييس مال خوش آدمي كنت ملتفت إليها، جاي يبينها إليك. خوش آدمي مع ربك، ربك عنده واجبات تقوم بها. خوش آدمي مع أبوك، مع أمك، مع أهلك، مع البلد اللي تعيشها. خوش آدمي بس. زين، تعلق القلب، تعلق الخاطر مهم في التشيك ليست. بعد انتخاب الهدف لازم يكون في تعلق القلب عشان يكون فيه إبداع. زين، الرابع وضع البرنامج. الحين أنا أريد أصير طبيب. زين، أريد أصير طبيب وأنا في الثانوية نايمة. لو أصير طبيب لازم أجيب علامات عالية، ولازم أخذ كورسز في اللغة الإنجليزية، ولازم مو له وضع برنامج كله. لو تهزأ ويا الله تذاك البعيد وتهزأ ويا نفسك، أريد وأريد وأريد، أنت ما عندك برنامج. تحدد اعتماد رؤية أولا، ثانيا انتخاب هدف، ثالثا تعلق خاطر، رابعا وضع برنامج فعلي. حط لك برنامج فعلي، برنامج فعلي، برنامج لحياتك كلها، برنامج سنوي، أنا هالسنة لازم أسوي كيت كيت كيت، برنامج شهري، هذا الشهر أسوي كيت كيت كيت، برنامج أسبوعي، برنامج يومي. من اللي يسوي فينا هالشكل؟ كلنا. زين، وضع برنامج له، ده الدين يقول لك له. زين، النقطة الأخيرة الخامسة، النقطة الخامسة وأختم، مراجعة. يصير توضعت برنامج لازم تكون في مراجعة، تسمع الإمام الكاظم شي يقول سلام الله عليه: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل ليلة.
أخاف ذاك البعيد أنت عقلك رايح يحاسب نفسه، يعني حاسب نفسه بس في أمور الدين صلى وما صلى. لا 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 لا، يحاسب نفسه فيما يتعلق بهدف بقائه في الدنيا وما يتعلق بالآخرة، يحاسب نفسه في كل شيء، يحاسب نفسه في خطة العامة وفي هالبرنامج اللي حطه للوصول إلى هذا الهدف من تلك الخطة، يحاسب نفسه في كل شيء. المحاسبة لا تقتضي وجود برنامج، أجل كيف أحاسب نفسي إذا ما عندي برنامج وعندي شيء أعتمد عليه وقاعد أمشي عليه؟ شلون أحاسب نفسي؟ أنا لازم أخلص كيت وكيت 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 هذه السنة، وبالتالي هذا اليوم يشارك هذه السنة في العمل، وألاحظ أن هذا اليوم ضيعته، هنا أقدر أحاسب نفسي. كيف أحاسب نفسي إذا ما عندي برنامج؟ ليس منا، يعني حال حال الصلاة، الإمام الصادق عليه السلام يقول ليس منا من استخف بصلاته، مو منه، طالع من المذهب هذا. الإمام الكاظم يقول ليس منا من لم يحاسب نفسه، مو منه، من لم يحاسب نفسه. الإمام الكاظم قال لم يحاسب نفسه في العبادة، قال لم يحاسب نفسه في الصلاة وفي الصوم أبدا، ما حدد، أطلق. أطلق يعني شنو أطلق؟ يعني يقول هذه الأهداف، هذه الخطة، هذا البرنامج لازم يكون موجود، تحاسب نفسك فيها، تحاسب نفسك فيما يخص حياتك في هذه الدنيا، فيما يخص حياتك في الآخرة. لذلك الأئمة عليهم السلام كل واحد عنده برنامج، هو معصوم صح، لكن كل واحد له برنامج. إحنا إحدى الليالي بنتكلم على أئمة تعدد أدوار ووحدة هدف. وش يعني تعدد أدوار؟ يعني برامج متعددة عندهم، كل واحد عنده برنامج، وبنتكلم في ليلة من الليالي بشكل تفصيلي عن برنامج الإمام السجاد عليه السلام. وش كان عنده من برنامج؟ كان الإمام السجاد والأئمة كانوا يعيشوا هالشكل، على الله، ينام في الليل يقعد الصبح يشوف وش بيسوي، مثله مثل الأمثالي؟ لا أبدا لا. زين، كل الأئمة لهم برنامج، الإمام الحسين عليه السلام إلى برنامج في حركة عاشوراء بعد استشهاد الإمام الحسن، جلس الإمام الحسين 10 سنوات في ظل ملك معاوية، 10 سنوات قاعد ما حرك ساكن، تغير الإمام الحسين في أيام معاوية شيء وبعد معاوية شيء آخر، لا لا لا، عنده برنامج، ما عندي وقت تفصيلا أقول لك وش البرنامج، عنده برنامج الإمام الحسين. كانت الكتب تترى عليه وتتوالى من الكوفة في هال10 سنوات، 10 سنوات مو يوم يومين، الكتب تتوالى عليه من الكوفة. اقدم يا أبا عبد الله فإنا لك جند مجندة، وش جاوبهم الإمام الحسين؟ لنا ولكم يوم معهود، مو هذا، بعده بعده بعده، برنامج عندنا، برنامج احنا عندنا برنامج نمشي عليه حتى تكون الحركة حركة فاعلة، يجب أن تكون في محلها، في مكانها، في مقامها، في وقتها، في زمانها، ما جاء لا وقتها ولا زمانها ولا مكانها أبدا، ما جاء برنامج يعني حياة ناجحة. زين، مات معاوية، مات معاوية في منتصف رجب. من مات معاوية استلم يزيد من معاوية، أرسل رسالة إلى والي المدينة، خذ البيعة من الحسين وإلا فاضرب عنقه. تدري كم أخذ هذا لصاحب الرسالة لنوصل المدينة؟ أخذ 2 أسبوع. لذلك تلاحظوا الإمام الحسين طلع من المدينة متى؟ طلع من المدينة مهاجرا وداعيا إلى الله في أواخر رجب، يعني بس مسيرة هذه 2 أسبوع يأخذها الفارس، مو اللي راكب جمال،
الفارس إذا يشد في المشي يأخذ الأسبوعين يوصل للمدينة من الشام للمدينة، يعني بس مسافة الطريق. وصل هذا المرسول إلى والي المدينة، استدعى الحسين عليه السلام، قال له هذا اللي صار، خاطبه الحسين عليه السلام، قال مثلي لا يبايعوا مثله. ارتفعت الصيحة، اقتحم بنو هاشم قصر العمارة، أخذوا الحسين عليه السلام. تدري عندنا احنا في الروايات، التفت وياي، عندنا في الروايات أقصى مدة بقى الإمام الحسين فيها في المدينة ليلة واحدة، يعني بعد ما صارت هذه المشادة مع هذا والي المدينة وجاء الخبر بموت معاوية وأن يزيد مسد وقال مثلي لا يبايع مثله، عندنا رواية تقول بقى ليلة، وعندنا رواية تقول طلع في نفس الليلة، خرج الإمام الحسين من المدينة في نفس الليلة. عجيب عجيب عجيب. إلى إيه نحن عارفين البرنامج له. يا أبا عبد الله، 10 سنوات جالس ويا معاوية ما قلت شيء، 10 سنوات الآن ليلة واحدة من تقادر تقعد يا يزيد بن معاوية؟ 10 سنوات جالس ويا معاوية ليلة واحدة على أقصى تقدير بس وتطلع، ليلة واحدة على أقصى تقدير. وخرج الحسين برهطه من بني هاشم متوجها إلى مكة، يقول لبعض أصحابه يا أبا عبد الله لا تمشي على الطريق الرئيسي، شوف لك طريق فرعي. الإمام الحسين طلع من المدينة متخفيا، صح؟ خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، خائفا يتكتم. خرج من المدينة متخفي، لكن من وصل إلى الطريق بعد ما خرج من المدينة أظهر دعوته، مشى على الطريق الرئيسي. يقول له واحد من أصحابه يلحقك القوم، قال له وين؟ نحن أهلها، خلهم يجوا، احنا فقط ما أردنا إسقاط حرمة مدينة رسول الله وإراقة الدم فيها، ما عندنا مشكلة احنا في المقابلة، ولا عندنا مشكلة في الجهاد، ولا عندنا مشكلة في نصرة الدين. خرج بأصحابه قلائل، والله شي يبكي، المدينة مدينة رسول الله، ما طلعوا من أنصاره إلا حدود أصابع اليد مع الحسين. التحق في الطريق 3 من بني جهينة الجهني، الآن هذول اللي موجود أسماءهم على القبر الشريف هناك، بس هذا اللي طلع بهم من الحجاز، اللي طلع بهم من المدينة ومن مكة. يا سبحان الله، هذا الحسين صبت رسول الله وفرخه، يطلع بعشرة من المدينة وشخصية، نعم طلع خائف ومتكتم، لكن تتدري طلوع الحسين مو شخصية عادية. وقبل خروجه من المدينة عرج على قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، شاكيا له حال هذه الأمة، لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى، لا إذا بالقبة النورا يشكو أسفا، قائلا يا جد رسم الصبر من قلبي عفا، ببلاء أنقض الظهر وأوهى المنكبين، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل أبان المشيب، فعلى من داخل القبر
بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء ستذوق الموت إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء لكن الماضي قليل في الذي قد أقبلا فاتخذ درعين من عزم وحزم سابغين تذوق اسمع اسمع رسول الله وإنسان حاله يخاطب الحسين عليه السلام ستذوق الموت ظلماً ضامياً في كربلاء وستبقى في فراغ عافراً منجدلاً وكأني بلئيم الأصل شمرين قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج فبكى قرة عين المصطفى والمرتضى رحمة للآل بكى على زينب وخوات زينب رحمة للآل لا سخطان لمحتوم القضاء إذ هو القطب الذي لم يخطئ عن سمت الرضا مقتضى الأمة وعلي شرقها والمغربين نعم بكى على زينب وأخوات زينب زينب بعد قتل أخيها ولسان حالها أنا بقيت محيرة محيرة وصفج باليدين لا عباس يبرالي 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 ولا حسين يضربوني بنبشي وتغمل العين عين وتبقى عبرتي صدري تكسر الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله.